بره الملعب ركنيه تعتبر سبعه بالنسبه لنادي الاهلي حتى الان في المباراه. الضربه الركنيه بقدم رضا سليم وادي وسام ابو علي النجم الفلسطيني. رضا سليم عرضيه راسيه متابعه خطيره هوبا التصويب والهدف جوه جول جوه جول احمد عبد القادر، ولكن الرايه من المساعد الاول سمير جمال والصفاره من حكم اللقاء امين عمر يشير بالتسلل موجود لصالح نادي زد اف سي، ولكن ضربه ركنيه جميله جدا بقدم رضا سليم ثم متابعه بقدم احمد عبد القادر يحطها في الشباك على يمين علي لطفي، ولكن رايه وصفاره والتسلل موجود لصالح نادي زد اف سي في انتظار التاكد من حكام الفار الكابتن وائل فرحان ومساعده الكابتن محمود السوي. هذه العاده مره ثانيه، هذه العاده مره ثانيه، هذه الراسيه ثم متابعه الجميله والتصويب الحلوه والتسلل على مين؟ على عبد القادر ولا على كهربا؟ هنشوف ونتابع ونتاكد من حكام الفار رايه من المساعد الاول واعتراض من اللاعبين على الكابتن سمير جمال. هذه العاده مرة واثنين وثلاثة، وادي الراسية والدفاع والمتابعة والجميلة والهدف الأول في المباراة، وادي المساعد الأول الكابتن سمير جمال وحوار مع الكابتن رامي ربيع الكابتن النادي الأهلي أمين عمر في انتظار قرار الفار إذا كان هدف شرعي ولا في تسلل، ولو في تسلل هيكون على كهربا ولا على احمد عبد القادر. ادي جماهير النادي الاهلي المارد الاحمر وجماهيره الكبيره اللي طبعا تسعى اليوم من اجل الفرحه ومن اجل الفوز النهارده في المباراه بعد اخر مباراتين دون انتصار بالنسبه للكتيبه الحمراء، هزيمه ثم تعادل، والاهلي النهارده يسعى من اجل استعاده الانتصارات ومصالحه الجماهير الحزينه والغاضبة من سوء الأداء ومن سوء النتائج في خلال الجولتين الماضيتين. تسلل لصالح زد اف سي والتعادل السلبي قائم بين الكبرين.